معانا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى، مدرب نادي الزمالك الاسبق ونجم منتخبنا الوطني الاسبق. كابتن طارق مشرف ومنور كالعاده، صباح الفل. حبيبي يا كيم، ازيك يا جميل؟ انت منور، كل سنه وانت طيب ومشاهدينك وكل الشعب المصري والامه العربيه والاسلاميه بخير، ورمضان كريم عليك وعلينا ان شاء الله. وحضرتك طيب وبخير ودايما في صحه ودايما في سعاده. كابتن طارق قول لي بقى حبيبي، الماتش اللي جاي طبعا زيك زيي وزي كل الناس عايزين الوقت يمر، عايزين الوقت يجري، قلقانين وفي نفس الوقت صحيح متفائلين. بص يا كريم، هو طبعا المباراه يعني انت قلت جملتين كده سمعتهم لك في الاخر، دول هم اللي بيقولوا عليهم الزبد، يعني نثبت على كده فاهمني، ونشتغل بقى على هذا على الهدف اللي جه، وان احنا نثبت على نفس الاداء اللي هو التحفظ مع الاعتماد على الهجمات المرتده بشكل كبير. مليون في الميه الراجل حاطط في دماغه هذا الكلام، هو بيشتغل بسيستم كريم بقاله من ساعه ما جه ما بيتغيرش. صحيح، احنا الناس كلها عماله تقول، فاكر انت لما كنا عندك نقول ده فلان يلعب وفلان مش عارف ايه، وهو ثابت على سيستم، خلاص هو سيستم نفسه على هذا السيستم اللي هو بيلعب بثلاثه ديفندرز في نص الملعب. صحيح ده بيأثر على الناحيه الهجوميه، لكن هو مش مهتم بالحته دي، فخلاص هو دي قناعاته، فلابد ان احنا نحترمها. صحيح. مهم جدا ان انت تقفل زي ما انت قلت يا كريم كده بالظبط في المباراه اللي هناك، لان المباراه اللي هناك هتلاقي هجوم ضاري جدا من المنتخب السنغالي. في نفس الوقت المساحات الفاضيه خلف الدفاعات لازم تستثمرها بشكل كويس عن طريق سرعات اللعيبه اللي عندك سريعه، لازم تبدا بيها وتشتغل بيها، او تبقى بديله، بتبقى عندك بديل استراتيجي بحيث انك انت تستغل الهجمات المرتده بشكل جيد. واحنا لما نيجي نحط الكوره لصلاح او اي لاعب عنده سرعات لازم تحطها له في المكان السليم، مش هو متطفش وخلاص، او أيوة انت بتطلع الكوره وخلاص. ايوه، مش اللي هو ايه اديها له هو يعتمد على نفسه، هيعرف ياخدها بالظبط. دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم نطور الاداء بتاع نص ملعب شويه، يعني احنا عندنا مشكله في الطلوع بالهجمه سواء من خط الظهر او من نص الملعب، لان احنا عندنا لعيبه كويسه، معرفش هم ليه مرتبكين، هم ليه مش بيظهروا بالصوره اللي احنا متعودين عليها منهم. التطوير نص ملعب ده مهم جدا. تلعب بالنني، تلعب بحمد الفتح، تلعب بالسلية، الثلاثه عندهم نزعات هجوميه، لكن هي التعليمات ان هم ما يهاجموش. السلية لعيب هداف بيجيب اجوان، حمدي فتحي شرحه، مهنني برضه بيجيب اجوان يعني. لكن احنا بنحدد من امكانيات اللعيبه، اوكي دي وجهه نظر المدرب، خلاص كلنا مفيش بقى وقت ان احنا نقول له النبي اعمل كذا، خلاص مش هغير قناعاته في اخر مباراه، في اخر 100 متر خلاص. لكن انا بتكلم على اللعيبه بقى، يعني انت هل المدرب بيديك واجبات دفاعيه بحته؟ اوكي، مديك حريه تطلع لقدام وانت ما انتش عايز، دي قصه ثانيه، او انت مش قادر، دي قصه ثانيه. الاوراق اللي موجوده مختلفه تماما عن 2006 و8 و10، لازم نعترف بهذا الكلام. صحيح. الخبرات قليله، الخبرات مش كبيره قوي، يعني انت هتلاقي اربعه خمسه لعيبه بس اللي هم خبراتهم عاليه، لكن انت لما بتشتغل 2006 و8 و10 حدث ولا حرج، 86 حدث ولا حرج برضه. صح. فانت بالتالي الخبرات قليله، فده اللي مقلل الناحيه الهجوميه شويه. صحيح. الخوف، واحنا بنفخم قوي يا كريم من المنتخبات أيوة الافريقيه اللي بنلعبها. ايوه. وبنقلل من نفسنا مع ان احنا احسن. انا كنت في الملعب يا كريم. وانا رؤيتي وانا قاعد بتفرج على المباراه مختلفه تماما عن الشخص العادي. بمعنى ان انا شفت منتخب السنغال يتفوق عليك في حاجتين بس. قوه جسمانيه. وسنة لياقة بدنية فقط. إنما المهارة والذكاء أنت تتفوق عليهم بشكل كبير. أنا ما شفتش غير ساديو ماني الوحيد اللعيب اللي هو عنده تالنت، لكن بقية اللعيبة كلها والله يا كريم أنا شفتهم في الملعب لايف. هو بصراحة كابتن طارق برضو إسماعيل أسار لعيب قوي، الجناح الأيمن. ماشي. على فكرة أنا اتسألت السؤال ده. إسماعيل أسار لعيب كويس، ولكنه القوة الجسمانية بتاعته بتساعد ان هو يتغلب على المنافس اللي قدامه. مش المهارة، يعني هو مش مهارات تريزيجيه، مش مهارات مثلا صلاح، مش مهارات مثلا قفشة، مش مهارات مثلا زيزو، لا. يعني المهارة هنا، ف
الفرق ما بين المهاره والذكاء وما بين القوه الجسمانيه واللياقه البدنيه. صحيح. فرق كبير جدا. صحيح. وانا دائما وابدا بقول وبقول ومصر ان احنا نتفوق على وسط وجنوب وغرب افريقيا بالذكاء الكروي في الملعب. شمال افريقيا متعادلين شويه، عندهم الحته دي، بتلاقي لعيبه مهاريه، عندك بن شرقي مثلا في الزمالك هو ما شاء الله لعيب من اللعيبه المهاريه والذكاء وبملعب عالي جدا، بتلاقي نماذج كبيره في 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 شمال افريقيا، لكن وسط وجنوب وغرب دول يعني الذكاء الكروي، انا اقصد الذكاء الكروي ما حدش فاهمني غلط. طبعا حاجه مفهوم. الحاجه الثانيه انا شايف ان من المفترض ان انت ستاره جامده جدا في نص الملعب علشان نص الديفنس اتهلك الماتش اللي فات، اتهلك صح بمعنى كلمه اتهلك. وقد تكون سبحان الله اصابه منعم والثلاث انذارات بتوع الونش قد يكون هذا روتيشن رباني من ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو ايه اللي هو بيغير عشان ما تلعبش بعد ثلاث ايام نفس التيم، فالامور بالنسبه لك الاستشفاء هيبقى بطيء في العوده. لما طيب. تيجي اثنين لعيبه زي ياسر ابراهيم مثلا تحط واحد زي علي جبر او محمود علاء الاثنين فريش، لا يبقى فيه البالانس اللي احنا بنقول عليه. طب انت حضرتك شايف مين الافضل، يعني شايف مين الانسب لهذه المواجهه؟ كلهم نجوم رائعين وكلهم مدافعين رائعين، بس شايف مين الانسب الاثنين اللي لعبوا في المباراه دي؟ بص طبقا للمباريات اللي فاتت علي جبر، لان علي جبر اشتغل مع بيراميدز في الكونفدراليه ولعب كل الماتشات او معظم الماتشات، فهو جاهز شويه عن محمود علاء. محمود علاء خبرات افريقيه كبيره ويقدر يلعب ويؤدي، بس انا بتكلم اللي رجله في الملعب. محمود علاء كان موقوف اخر مباراه على فكره، ما راحش بيترو اتلتيكو ولعب المباراه اللي قبل كده. ولكن انا شايف ان علي جبر افوق سنه من في لان هو رجله في الملعب بصفه مستمره. صحيح. الحته الثانيه انا اتمنى، طبعا ده مش هيتعمل، بس اتمنى انك انت تستغنى عن مصطفى محمد في بدايه المباراه اللي هناك. لا المفاجاه دي يا كابتن. وتلعب بزيزو ومحمد صلاح شادو سترايكر لتحت شويه عشان يعمل مساحه لظهر الديفنس يستغلها في، هو بيعمل في ليفربول كده كريم. صح صح. خلي بالك خلي بالك صلاح الماتش اللي فات ما لعبش على الخط طول المباراه. مظبوط. لو انت 4 4 2 تحولت وكان بيلعب جنب عمر جابر بيشتغل. صحيح صحيح. وتريزيجيه او مرموش. هنا بقى تعمل البالانس اللي انا بقول لك عليه ما بين نص الملعب والفراوده، اللي هو ايه الهجمات المرتده، زيزو هينفع فيها قوي، صلاح سرعته عاليه، ومرموش سريع هو وتريزيجيه، فانت عندك هنا سرعات عاليه قوي، وهم مش سرعات قد ما هم عندهم يعني ايه اقول ايه توقع كويس، بيتوقعوا كويس الكوره، يعني ان اجسامهم الطويله بتخليهم يقطعوا الكوره، لكن انت لو لعبت طويل على محمد صلاح بالظهر صلاح هيعدي وزيزو هيعدي ومرموش هيعدي بس تتظبط. لكن طبعا هو الراجل انا يعني بقول ان مصطفى محمد يعني ممكن يبقى بديل فاهمني، وتبدا بزيزو عشان طيب هسالك سؤال يا كابتن طارق مجاراه لفكرك ده، هل ممكن تبدا مثلا بصلاح زي ما انت شايفه فولس ناين او شادو سترايكر وتلعب على اليمين، او عفوا تخلي صلاح على اليمين وتلعب بمرموش هو السترايكر وعلى الشمال تريزيجيه ويبقى الثلاثه عندهم سرعات؟ ممكن ممكن وتسيب صلاح في مكانه ممكن مرموش. وخلي بالك لما 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 اشتغل مرموش عمل ادعاك سنه في الفتره الصغيره اللي صحيح صحيح يعني 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 في كوره هو الراجل اللي المساك اللي هو كوليبالي وهي طارق ايوه كوليبالي اتلعبت في ضهر اللي كان الكوره في حوض كوليبالي مرموش سبقه وحضر عليها ولف ودخل وصلحها تقريبا لبره ال 18 بس اتقطعت. ايه يبقى هنا برضو بيعملها كويس مرموش، اذا مرموش يعملها كويس ما عنديش مشكله عشان اصل هو مرموش مهاجم اصلا يعني مهاجم. انا عارف انا مرموش اتوظف جناح لكن هو مهاجم اوريدي خلاص، يبقى مرموش شادو سترايكر او سترايكر صريح زي ما انت بتقول صلاح وتريزيجيه لا عندك سرعات كويسه هي مش يعني عندك زيزو بره وقفشه بره وعندك مصطفى محمد، يبقى انت عندك مجموعه من اللعيبه المميزين على سرعاتهم عاليه، المهم حاله اللعيبه اثناء ال 90 دقيقه. صحيح. هي دي اللي تفرق معايا انا كراجل يعني متابع لكره القدم ومدرب، انا بقول لك حاله اللعيبه هتفرق. طيب انا اقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك يا كابتن طارق وانت برضو تنصح بيها اللاعبين. طبعا اي مباراه في الدنيا انت مدرب كبير واكيد بتحط للاعبين سيناريوهات، سيناريو ان احنا نسجل هدف، سيناريو ان احنا محافظين على التعادل، سيناريو لا قدر الله ان احنا يخش فينا هدف، وده وارد ان احنا ممكن يخش فينا هدف وممكن يخش فينا هدف في الاول. انا بس الحاجه الوحيده اللي قلقان فيها في الماتش ده لو دخل فينا هدف مبكر اخاف الفرقه زي ما بيقولوا تفك، هو ده اللي انا قلقان منه بس. لكن لا اتفضل
ما اعتقدش ما اعتقدش لو دخل فينا هدف هنفك، بدليل ان انت لعبت 200 وشويه دقيقه مع السنغال ما جاش فيك جول. ايوه هي ما لا هو انا مطمن يا كابتن طارق طول ما احنا ما فيش فينا هدف 90 دقيقه يعني 210 دقيقه 220 دقيقه بالوقت الضايع ما دخلش فيك جول يا كابتن، هم ما عرفوش يدخلوا فيك جول. يدخل فيك جول مظبوط، علاوه على ان هم عندهم افضليه في ان هم بقالهم 3 سنين ما اتغلبوش. اخر حاجه كانت القاهره هنا 2019 مع الجزائر في النهائي مظبوط، من ساعتها ما خسروش. فدي مديالهم باور، مديالهم قوه. لكن انت برضو تيم يحترم، طبعاً. تيم كويس طبعا. طب عندك افضل لاعب في العالم، من افضل لعيبه، من افضل 3 لعيبه في العالم محمد صلاح. واعتقد ان هو محمد صلاح له دور ثاني في الملعب قيادي غير الفني اللي بيعمله، وده بيأديه بشكل جيد. خلي بالك لما طلع عبد المنعم اتغير الماتش اللي فات، عارف مين اللي لعب باك رايت؟ محمد صلاح، ودخل عمر جابر مساك مكان عبد المنعم لغايه ما نزل، وصلاح قطع كورتين لو تفتكر بدماغه واحده الدقيقه 19، الدقيقه 19 والدقيقه 46 فاكرهم مش نسيهم. قطع انا ما اعرفش الدقايق انت ايه ادرى، بس انا بقول لك الدقيقه 19 قاعد بتفرج على الماتش من الملعب، فشفت بحس ان صلاح رجع باك رايت. فضل لدقيقتين كده باك رايت لغايه لما منعم نزل، لما اتغير اول مره ونزل صح، وبعدين طلع وبعدين نزل نزل بعد كده ياسر ابراهيم. فانا بقول لك القصه كلها ان انت عندك قماشه كويسه، بس يعني يا تطلق ليها العنان يا تقفلها زي كده، والمباراه دي زي ما قلت لك يا كريم تكسب ولا تلعب. عشان بس ما حدش يقول لك ايه الاداء والمش، يا سيدي ماشي اوكي، هو عايز يكسب من غير اي نوع من انواع الجماليات والشو. عايز فكر المدير الفني غير المتفرج اللي زينا، المتفرج بيبقى عايز يستمتع، كره في العارضه، كره جونين ثلاثه، ترقيصه مش عارف ايه، الكلام ده مش موجود على ارض الواقع، مش تقدر تعمله مع السنغال. صحيح. من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا ونمبر واحد ونمبر 1 وواخدين بطوله افريقيا منك من شهرين ثلاثه، فانت بتتكلم على منتخب قوي، وبالتالي مطلوب الكيف وليس الكم. الكيف اللي هو ايه؟ ان انا اخد المباراه، اخد اوصل لكاس العالم، ده الهدف. صحيح. مش ان انا اعمل شو واعمل جمال وفي الاخر شكرا واطلع، طب ايه اللي هيحصل؟ هيقولوا ان السنغال كسبت مصر، لكن لما مصر تكسب بدون جماليات وبدون اي حاجه وبدعاء الوالدين زي ما الناس بتقول وببركه ربنا، كل الكلام ده حلو جميل، ما هو احنا واحنا ماشيين بدعاء مين؟ ما احنا ماشيين بدعاء الوالدين برضه. صحيح صحيح. بس مش عيب يعني. مش عيب يعني. بالظبط، ما احنا مؤمنين وموحدين بالله وبندعي من ربنا ان هو التوفيق في كل شيء، حتى وانت قايم من كرسيك كده ورايح بتقول ربنا وفقني وانت داخل الاستوديو يا كريم. صحيح. ايه ان انا، فهي قصه يعني مش عايزين بقى التلاعب بالالفاظ. خلاص مش وقته، مش وقته ان انا اقول فلان وعلان، وقته ان انا ساند، وقته ان انا اتكلم بايجابي. الراجل كان صايع قوي، سوري في اللفظ يعني، كان صايع قوي في المؤتمر الصحفي. لا يعني، يعني الراجل صراحه عمل اقول لك ايه، عمل شو وعمل واتكلم بذكاء غير طبيعي وفاهم المصريين كويس قوي قوي قوي. ما حدش يعني الراجل ده يعني يعني ادار المؤتمر الصحفي زي ما هو عايز بالظبط. في الاخر كله سقف له لما سالهم سؤال، طب اسالكم سؤال انا بقى، انتوا عمالين تسالوا، اسالكم سؤال، مين مبسوط من نتيجه الماتش؟ كله قال لك ورفع، حتى المعترض، فاهمني؟ فخلاص بقى هو لم الناس والدنيا وبتاع، وهو راجل صايع كوره يعني. مش صحيح. كابتن الكبير كابتن ربنا يوفقهم يا رب يا رب. كابتن الكبير كابتن طارق يحيى مدرب نادي الزمالك الازبك ونجم منتخبنا الوطني الازبك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.